يقول: هل يشرع لمن ينطق كافرا بالشهادتين أن يستعمل ألفاظ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ نعم نعم نعم، كانوا يفعلون هذا، كانوا يفعلون هذا في المحاكم وفي غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم أن الله، عيسى يقولون لهم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، يلقنونهم هذا. نعم.